الله يحفظ الله يحفظ يا ربي الله يحفظ الله يحفظ. ماش جولك ماش جولك ماش؟ عيط والله المرأة هذيك ال 11 لا لا لطيفة لا مع جولك هاد الدراري هادو عاوتاني الوقت اللي خرج الدري مع شي ربعة بحال خرجتي من السبيطار في واحد الحالة ما كيقدرش يهضر ما كيقدرش يهضر ومطلعو وجا تابعني مجنوية عاوتاني هو هو عارفك جاي يمكن ما خرج ليا من الزرقاء وتبعني كل ما هربت شي شغا وقع هربت انا والدري والدري انا كيقول لي خرج لي والدري يديرو فوق لي خرج لي شادو مطلع الكبير ومطلع عاوتاني يا ربي السلام وجاب سيف عاوتاني سيف قداش قداش السيف هذا تقريبا شي غنقول لك انا قدوك غنقول لك سيف كي ديال ديك النهاريات ديك النهاريات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مورها مشيتي للبوليس ولا ما مشيتيش مشيت للبوليس تعاملوا معايا الدائره 8 تعاملوا معايا عطاو لي ورقه اسمح لي يا استاذ الله يحفظك يعني مشاهدي قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر العاجل من مدينه الدار البيضاء البارح وقع واحد الشداء خطير على ولد هذا السيد اللي معنا في الصوره بالاسلحه البيضاء الضرب والجرح الشيء اللي خلى انه يدير واحد الشكايه ديالو اليوم خرجوا من السبيطار كيتفاجئ بان نفس الاشخاص تهجموا عليه غيعاود لينا شنو وقع ليه بالضبط دابا حاليا انت خايف هربان شنو وقع لك انا جيت من السبيطار ما فراسي ما نعاود جيت ولدي جيبو من السبيطار مخلص هادي مسائل جيت بغيت نطلع من الدار ويجي السيد قاصدنا الوقت اللي قاصدني دفعت ولدي دخلته الدري الكبير بقى يضرب في الباب وهز عاوتاني جنويه بقينا عاوتاني طلعت للدار كنطلع من الشرجم تيبان لي كيهدد فيا كيقول لي والله شي واحد ولادك تنقرع الدرو تنقسمو ما عرفتش هاد السيد هذا واش السيبه المهم الدائرة مشيت عندهم اليوم الويتيام خبرتهم بالخبر قلت لهم اودي راه كاين وكاين رجع لنا قال لنا حنا الدوسي ديالك راه حلناه على الشرطة القضائية عطاوني ورقة والله يجازيهم بخير هما خدموا معايا خدمتهم دابا انا دروكا خاطري نكمل الاجراءات ديالي حيت باقي ما كملت الاجراءات ديالي رجع شي عندهم ملي وقع لك هادشي ولا باقي ما مشيتيش؟ لا ملي وقع لي هادشي بقيت واحد الوقيتة حتى مشى هوايا وركبت على موتوري وزدت مع ديك الربعة بحال هكاك وصلت عندهم قالوا لي ودي تعاملوا معايا هذيك الناريات راه وقفنا معاك قلت لهم ما كنت مشكل قالوا لي اش وقع قلت لهم ودي وقع قال لي حنا دروك راه ما بقاش عندنا الدوسي الدوسي راه دفعنا الشرطة القضائية المهم الا بغيتي تمشي وهذا السيد نزيدك واحد النقطة هاد السيد راه عنده واحد القضيه ديال واحد خينا ضربوا وليدو محيد ليه اليد هذا راه كاين هنا ما كايناش شي شهر بالدائره هنايا ما نقولش اللي كاينه دائره المهم راه غيكون واقيلا حول حيل الشرطه واحد الدري ضربوا واحد الدري بلا ما نقول سميتو ولا ضربنا شنو بدا كيقول قال لي ها هو شي واحد ولادك نكمل عليه ربي السلام وجا لويه عاوتاني لا جاب وحده هاد النوبه هو اللي ضرب للراس هو اللي جا عنده بوحده ملي وقع داك الشيء طليت عليه من الشرجم كيقول لي والله وجا واحد شي واحد ولادك هو تا القاسمي عصابة هادو جاب وحده هاد النوبة ما جاش عصابة ولا في الأول الأول كانوا ثلاثة راه مصور تصاور ضربة بظهره واخا هاد الناس كانوا كيتسناو فيك والله تتفاجأت هنا أنا الوقت أنا اللي حطني الطاكسي حطيت رجليا في الدروج درتها بالي جاي وليت دابع الدري الدري مريض وكيدفع بيا بغا يقول لك اه ودي ودي يلاه يلا ما قدرتش يهضر وديك الساعه عيطتيني انا كنا غنجيو عندك عيط للدراري مشيت تم مشيت انا للويتيام عطاو لي هاد الورقه هادي قال لي راه وحيلا قلت لهم راه جا لي السيد هادي قال لي راه وحيلا على الشرطه القضائيه هادو بالا بغيتي تقري الغراض ديالك غادي تمشي لابي جي ها النمره ديالو ولا سير ديالكم ديال المرضوب المهم تعاملوا معايا الدراري بالدائره مزيان دابا حاليا خايف انك انت انا خايف منه بغيتش انه تلقى عليه القلب في اقرب وقت ما كرهتش انا هذا السيد هذا تلقى رمو الجرح بعد هذه الايامات هذه ضرب واحد محيد ليه اليد ديالو واخا مشاهدي قناة شوف دابا حنا حاليا مقرب السلطان مع الساعة دابا 8 اقسمين السيد غادي يمشي يدير الشكاية ديالو المرة الثانية عاوتاني يكمل الإجراءات الخاصة به حيت هو خايف على راسو خايف على ولادو خايف على المنزل ديالو كامل السيد كيجيب ولدو من المستشفى واحد الحالة يرثى لها مضروب موعش كيتفاجئ بان نفس الشخص اللي تعدى عليه واقف عليه بجنوي وكان باغي يدخل عليه كل ما هربش الله يستر كانت غتوقع الكارثه حاليا شنو تبغي تقول لها المسؤولين على المنطقه هنا بدر 16 شنو بغيتي تقول لهم؟ انا الله يجازيهم بخير انا الشرطه هنا ديالنا ديال الفيدا تبارك الله والصلاه عندي عليهم انا كاع الدراري ديال الفيدا فيما كنمشي كيقوموا لي بالواجب انا على راسي والله شاهدون عليا واخا سمعتي؟
المهم انا كنطلب انا بغيت هاد السيد يتشد في اسرع وقت ان شاء الله. الله يدير شي شوال خير، وقانون غياخذ مزرعه باذن الله. قانون دير فيه الثقه ان شاء الله.